سجل قتلي جلك امامي سيدة فاضل سجل قتلي سيدة فاضل جلك هون سجل قتلي انا عم قلك انا هون عم قلك هون سيدة فاضل هون هون سيدة فاضل هون كله هون كسر اخو شهر بين رد الفعل العفوي أو المشهد المتفق عليه مسبقاً يراوح تحليل ما يحدث بين حين وآخر في برامج التوك شو السياسي، غير أن ما بات أكيداً في هذا المجال أن العنف الحواري بات حاجة لدى البعض لجذب الاهتمام، وهذا ما حصل مساء الثلاثاء مع أحد المعارضين السوريين الذي تهجم من دون سبب يذكر على الخبير في شؤون الحركات الإسلامية الأستاذ الجامعي اللبناني أحمد مصلي عبر قناة الجزيرة. السوريون لم يتحركوا، لم يطالبوا بالإصلاح والتغيير كي ينتقلوا من السيء إلى الأسوأ. هذا هو كلامك ولا لا؟ صح. فضل انبسطت هلأ؟ ممنون. فضل. مين الرجل بالموضوع أول شيء؟ بنص دقيقة، بربع انتهى الوقت. طيب أنا أريد أن أقول كلمة بالآخر، انتهى معك ربع دقيقة. أريد أن أقول كلمة دكتور. ماذا تقول للشعب السوري؟ أريد أن أقول كلمة، أن الشعب السوري الذي يقوم بثورة شعبية استطاع من خلالها أن يزيل فروع إرهاب كاملة بنيت على تصنيع الإرهاب حتى في أقبية المخابرات السورية، حتى تنتج أمثال هؤلاء ليدافعوا عنها، وصل إلى درجة يعبر فيها عن أن النظام انتهى وأنه لم يبقى في جعبتهم إلا الشتائم. سلم لي على جماعتك وقل لهم تلمسوا رؤوسكم، الجيش الحر سيدوسكم، وأكثر من ذلك أرجاس النظام التي تتحملها تحتاج إلى تطهير، وأنت بحاجة إلى تطهير على الهواء مباشرة. واحد مثلك بهيم ويلعن الجيل اللي بده يدرس عندك. مشاهدي الكرام إلى اللقاء. ما بصير ما بصير أنت واللي إلى اللقاء إلى اللقاء. إلعن أبوك بدك تطهير من أرجاسك. إلعن على أبوك يا ابن الشرموطة. لا 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 أن يخرق الحوار بمشهد عنفي مرة أو مرتين أمر قد يكون طبيعيا نظرا إلى الاحتقان السياسي والأمني، أما أن يصير العنف لازمة معظم البرامج الحوارية فثمة من يرى فيه ظاهرة مرضية لن تجد علاجا في الأمد القريب.